سنتر اوف مشروعات سنه كي مشروع في مشروع يعني ان شاء الله كده بنجهزه دلوقتي اللي هو حقل الزهر الجسير بتاع حقل الزهر احنا قريبين منه سهل جدا المجموعه النرويجيه اللي بتشتغل انها تشتغل كل احتياجاتها اللوجستيه من قناه السويس هم كانوا عندنا الاسبوع اللي فات وجايين لنا بكره ان شاء الله ليه لان احنا عايزين برضو يعني نفتح فرص للعماله للشركات بتاعتنا عايز منشات معدنيه عايز نقل عايز برجات عايز نقل افراد عايز يصنع حاجه في التفسانات عندنا احنا اولى واحنا اقرب لموقع الحقل والشكل كده كويس قوي لو على كده احنا بدانا نحول كل المعديات الى معابر يعني يمكن بورسعيد على كوبري العاصمه نجح جدا دلوقتي بدانا في نمره 6 كوبري علشان تعبير العربيات الرقمية دي خفت ان شاء الله ويبقى العبور صح كل ما خليت الوصله ما بينك وبين سينا وجماعه سينا الى قلب الوطن كل ما الاحداث خفت في سينا كل ما عملتي تنميه كل ما الامور هديت في سينا فاحنا شغالين دلوقتي ان احنا بنشغل شركتنا الاو على ان احنا بنبني معديات جديده بنبني قاطرات في شركات الهيئه واحسن حاجه للعمال انك تشغليهم وبتحفزوا ويشتغلوا ومش قاعدين فاضيين خالص ده اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنعيد تنشيط شركات هيئه قناه السويس مستشفى تعيد تنشيطها لازم تحدثها المعدات والالات والاجهزه لان برضه المعدات في معدات تقدمت جدا ودلوقتي في الات جديده ومعدات جديده فاحنا بنحدث من الشركات علشان يبقى ليها دور كبير جدا لان مشروع التنميه في منطقه قناه السويس ده الاولى بيه شركات هيئه قناه السويس في موقع المشروع فتشغيلها في المشروع هيجلب اولا يعني الخير لمصر وهيجلب الخير لهذه الشركات وللعاملين فيها ان شاء الله. شكرا. اهم مشروع استزراع السمك وفرص العمل في الشباب.